السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم هنشارك معكم الأكلة الهندية الشهيرة، الدجاج بالكوري. وهذه الأكلة هنحتاجوا الملح، سكينجبير التحميرة أو البابريكا، القزبر الناشف المجفف، مطيشة الحك، الإبزار، الزبدة، ملعقة كوري، ملعقة ولا توم واحدة ولا جوج ديال التوم، دجاج مطيشة محكوكة، والكريمة السائلة ديال الطبخ. بالنسبة لي أنا الدجاج درت لشخصين، يعني درت ما بين 300 و 400 غرام، ماشي بزاف. هنا نبدأ بالبصل ولا البصل، نقليوه مع الزبدة، ولا ما كانش عندكم الزبدة ممكن تستعمل حتى الزيت النباتية، ولا انا درت بيهم خليط شوية، درت معلقة الزبدة وشوية الزيت النباتية، تقريبا شي معلقة. من بعد فاش نحس البصلة هبطات تنزيد الثومة حتى هي مقليها شوية حتى تولي لينا واحد اللون ديالها ذهبي، وهكا نزيدو الدجاج. نقدو نزيدو الدجاج، من بعد هوز الدجاج نقليه حتى هو نص قليه ولا يبدا اللون ديالته يتغير، وهكا نقدروا نبداو نزيدوا في العطريه. هنا درت ملعقه ديال الكوري ونص ملعقه ديال التحميره ولا ديال البابريكا، زدت من بعد القزبر المجفف، هو درت ملعقة، زدت شوية سكينجبير، درت نصف ملعقة، المقادير ممكن دوبلة على حساب المذاق وعلى حساب الكمية الدجاج وكمية ديال الأشخاص، يعني كمية ديال الأكل. زدت الملح. بالنسبه انا للثومه كانت عندي غير ثومه واحده، زدت شويه البودره هذيك الثوم الناشف المجفف زدته، ومن بعد نضيفوا ملعقه ديال مطيشه ديال الحك، تضاف قبل ما يعني نديروا مطيشه المطيشه المحكوكه ولا المطيشه المطحونه، باش هذاك المطيشه مع تطلق واحد المذاق زوين في الدجاج مع هذيك الكوري. حاولوا ما نحيدوش عليها يدينا مع العطريه، تقدر تحرق لينا ونقصوا عليها البوطه، يعني هذا البوطه تكون يعني ما نص نص، انا كنت دايره على خمسة. هنا زدت الطماطم المطحونه، وهكا زدت واحد تقريبا كاس الماء وخليتها 20 دقيقه. من بعد من 20 دقيقه تنفتحوا عليها باش تمشي الماء، تنشف من الماء، ومن بعد فاش تمشي منها من الماء تنديروا هذه الكريمه تقريبا حتى ل 100 مليلتر على حساب كيف قلت لكم الكمية، انا درت تقريبا 100 مليلتر. وهاد نخليوه شي 5 دقائق حتى 10 دقائق بما تقلينا هذاك لاصوص، وتتكون الماكلة ديالتنا وجدات، يعني هاد الاكل سريع ولذيذ، والتقديم تيكون تنقدموها بالرز، و هما الهنود يقدموه بالرز وبالهذا وباليوغورت ولا الياغورت، انا قدمته بالبروكولي وبالرز وتيجي مع الحار يعني مزيان. المهم هكا تكون الاكله ديالتنا سالات، ان شاء الله تكون عجبتكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى عجبكم المحتوى دعموني باشتراك ولايك، والى المره القادمه بفيديو جديد وفكره جديده. مع السلامه، شكرا.